خلاص بقى ماما حبت علشان خاطري، مش لازم بقى تقول لبابا ان انا خبطت العربيه بتاعته امبارح، هو كده كده صلحها يعني. وبعدين انت عارفه ماما وبابا لو عارف ممكن يعمل فيها ايه. لا يمكن يا يوسف، لازم اقول له مش على حوار العربيه بس، انا هقول له ان شفتك واقف مع البت ايمان جارتك. طب بذمتك يا ماما، انت تعرف ان انا اخلاقي تسمح لي ان انا اقف مع واحده وحشه بالشكل ده؟ قصدي عموما يعني. اه عادي، ما انت قليل الادب وتعملها. امال انا شفتك امبارح ازاي؟ يا ماما يا حبيبتي، دي كانت بتسالني على اخوها الصغير كان تايه، وانا قلت لها صراحه ما اعرفش. بص يا يوسف ما تحاولش، كده كده ابوك زمانه جاي وهقول له على كل ده، هو شكله هيجرب الكرباجي اللي جابه جديد عليك عشان تتعلم الادب. كده ما تنيش في حل واحد بس. اهو ابوك جه. هنبدأ الخطة. يوسف ايه ده؟ انت بتعمل كده، انت اتشليت ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه مش سامعين الجرس؟ ايه ده؟ يوسف مالك؟ ها يا حبيبي انت كويس دلوقتي؟ اجيب لك عصير طيب، مية تاكل؟ انت انا مش فاهمك. موبايلك بيرن، استنى رد. ده اسلام. لا استنى افتح. ايه يا زميلي، بقول لك ايه، غفلت ابوك بقى واخدت العربيه منه ولا لسه عشان نخرج النهارده؟ وعليكم السلام. معاك المغفر شخصيا، قصدي معاك ابو يوسف يا اسلام. يا نهار ازرق عمو شعبان، خلي بالك انا كنت بهزر. مش وقته يا اسلام لما اشوفك. المهم يا ابني الحقوني دلوقتي، يوسف صاحبك تعبان، تعالوا اقعدوا معاه شوفوا ماله. تعبان؟ ماله؟ طبعا عمو شعبان عنده اسهال. يوسف ابني اتشل. بس انا فهمت، انا اقول لك لا لا ما تخافش، دي حركه كنا. يا حيوان ما تخافش ازاي يا ابني، تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان دي حاجه بتاعت ربنا عمو شعبان، مش بايدينا، ربنا يشفيه. بقول لك انا هجيب مصطفى صاحبنا وهنجيله على طول. ماشي يا اسلام يا ابني، تشرفه، مع السلامه يا حبيبي. يا يوسف يا ابني يا نهار ابيض، انا كنت هعمل سنه وادي الواد يوسف ده في 60 داهيه. كنت هقول ان انا اللي قايل ليوسف ان هو يعمل حركه الشلل دي اول ما يتزنق او يقع في اي مصيبه. ترى يوسف انت بتهزر دلوقتي ولا انت مش شغل بجد ولا ايه؟ انتوا هتزولوني ولا ايه؟ اكيد الهوا هو اللي فتح الباب. يوسف ايه اللي نزلك بس يا ابني على السرير؟ قول لي انت عاوز ايه وانا اجيبه لك لحد عندك. بس خليك بقى كده ما تتحركش. صحابك جم اهو، هروح افتح لهم، خليك مكانك. عرفت يا معيطه يا صاحبي؟ ايه ده؟ يا زميلي ايه اللي عمل فيك كده؟ ده بجد ولا هزار؟ انا فين؟ يا يوسف شفت يا يوسف؟ احسن انت بتتاي عطيه تام يا قطه. شفت ايه حاطط فيك؟ يا زميلي عيب كده يا مصطفى، صاحبنا برضه تعبان، مش لازم يعني نتريق عليه. بقول لك يا زميلي، تعرف ترقص ايدك كده؟ طب بتعرف تعمل ايدك كده يا قطه؟ كده بقى يا زميلي انا اللي هتجوز البنت مريم، اكيد يعني مش هتبص لك ببقك اللي بص على قفاك ده. لا كله الا مريم، مريم لا. مين؟ انت طلعت بتتيم؟ ايه يا طحبي ده طلع بيتيم؟ امال ايه يا قطه يا حوايده يا قطه؟ خير يا ولاد؟ في ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ ده ايه؟ لا لا مفيش عم شعبان، ده انا بس خبطت صباع رجلي بس في السرير فهتلاقي ده وجعاني بس شويه. رجلك خير؟ ماشي خير يا ولاد خير. اسمع بقى يا معلم، انت هو الحوار كده على السريع وفتح دماغك معايا. اضطريت اعمل كده علشان ماما كانت عاوزه تقول لبابا ان انا اللي خبطت العربيه بتاعته امبارح لما كنا خارجين مع بعض، وكمان شافتني وانا مع البنت جارتنا النهارده والدنيا كلها كانت هتولع. فاضطريت بقى ان انا امثل كده علشان اشغلهم وانسي ماما ان هي تقول لبابا على كل المصايب اللي انا عملتها دي. يا راجل طب مش كنت تقول كده من الاول بدل ما تكلفني وتخليني اشتري لك الدواء؟ كبسه يا معلم. لا 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 عايز احل يا حد خالص. والله انت لسه هتمثل؟
طب بقول لك ايه، ما تيجي نمثل سوا؟ انا طول عمري بحلم ان انا امثل اكشن. حتى شوف، بقول لك ايه، انت الكلام ده بقاش يجيب معاك نتيجه. تعالى خد. صدق الله العظيم. يا ترى دكتور السيد الله يهدى يرجع الدواء. هو كده كده يا عم صب. هو كده كده. هو في ايه؟ منك لله يا حسن. والله انا ليه اللي انت عامله ده؟ انا بتوفى كده اصلا، متخيل؟ انت غرقت ولا ايه؟ انا مبرمج.